يا جماعه انا جامعكم النهارده عشان اقول لكم ان الاعمار بيد الله. يا سلام، ومن امتى عرفت المعلومه دي؟ انا اقصد يعني اقول ان محدش ضامن يعيش لبكره. يا بيبي ما تقدرش تقول كده، لان المعادله الرياضيه بتقول ان العمر الافتراضي للانسان يتناسب او لا يتناسب جزئيا او غير جزئيا مع حالته النفسيه. ايوه بس الرياضه عمرها ما بتطول العمر، المهم يا حبيبي انك ضميرك الحي يبقى صحي على طول، وتحط راسك على المخده وتنام على طول. ايما المشكله بقى فنام على طول دي، لان الموت طبعا علينا حق، يعني ده وضع طبيعي وده اللي انا عايز اقوله لكم. يعني بعد الشر علينا كلنا، ليه بتجيب السيره دي يا ابني؟ بس يا ماما ده واقع، لازم الواحد يبقى عارف والانسان يتعامل معاه ببساطه. يعني الكلام ده موجه ليكي يا مجيده، الحقي بقى يلا قومي كفاره عن بعض من ذنوبك. يعني انت عايزاها تقوم تعمل ايه؟ يعني تمد ايدها في شغل البيت شويه. ايه تمد ايدها في شغل البيت وذنوب؟ انت اتجننتي في مخك ولا ايه؟ انا الحمد لله حياتي كلها حلوه، وكمان الصفحه بتاعتي بيضه ما فيهاش نقطه سودا ولا خدشه واحده. ليه اخر مره رشيتي امتى؟ يا جماعه ارحموني بقى يا اخوانا، حرام عليكم، في ايه اكتر من الموت يخليكم ما تتخانقوش مع بعض؟ بس بقى تسكتوا، خلوا الراجل يعرف يتكلم. الله، ايه العبط ده؟ شايفه ماما عامله فيها مؤدبه، وادوا الراجل فرصه خليه يعرف يتكلم. مؤكد عايزه منه مصلحه. يا باي يا باي عليكي وعلى، ارحمي نفسك وفي السوس اللي عمال ياكل في لسانك ده، مش معقول. بس مالكيش دعوه بنتي، هي بتتكلم صح. خلاص انا بقى مش قايل حاجه، وانتوا الخسرانين. خسرانين ليه يا عادل؟ هو انت كنت هتقول حاجه فيها مصلحه، يعني حاجه كويسه؟ طب اهدى كده وقول، تحب اعمل لك شاي؟ انا اللي عامله نفسي مؤدبه ولا السوسه اللي عماله تتدحلب وتتسحلب علشان اكيد عايزه في مصلحتها حاجه؟ ها خلصتوا ولا لسه حد عنده شتيمه للتاني؟ انا مستعد يعني استنى، بس اهم حاجه ما حدش يقاطعني. حد عنده حاجه؟ استنى بقى، اوكي دي واحده، انت كلبه وقليله الادب ومش متربيه ومش هنقطع. طب استني بس، استني عليا بس، ما يخلق هتشوف. اتفضل يا عادل، ما حدش هيقطعك. يا جماعه انا قررت اقسم ثروتي قبل ما اموت. ليه وانت حاسس ان هتجيلك ثروه قبل ما تموت؟ انت بقى بالذات بقى يا سناء مش مدخلك في الحسبه بتاعت الثروه. تقسيم ايه وزفت ايه؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حبيبي. يا ماما الاعمار بيد الله وده واقع يعني، فالواحد عايز يظبط كل حاجه عشان ما يحصلش بينكم مشاكل. حبيب قلبي، احنا كلنا هنا بنحب بعض وما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. وعمرنا عمرنا يا عادل ما هنعض ببعض. انا متاكد يا سناء ان انتوا هتعضوا ببعض، اذا كنت انتوا بتعضوا ببعض وانتوا ما حلكوش اللضا، امال بقى لما يبقى عندكم بازار والشقه دي هتعملوا ايه؟ اكيد هتعضوا يعني. لا لا يا عادل، كل الحاجات دي ما تسويش اي حاجه جنب الحب اللي بيننا. الامور هو ده بقى الكنز الحقيقي. الامور ايه بس يا حماتي؟ يعني يا ريت تنسي حكايه الافلام الفرنساوي دي، بانوراما الفرنسيه اللي بيجوها في التلفزيون لغوها خلاص. عادل بلاش تتكلم في الموضوع ده، ده فال وحش خالص. انا داخله اوضتي وانا زعلانه منك. وانا يا ابني بشتغل وبصرف على نفسي ومش محتاجه حد، هاخد منك ايه انت يا مقشفر؟ يا خوفي منك انت بالذات يا سناء، لان انت بقى في العض عارفك، زمان ما كنتش بتسيبي حقك. بقول لك ايه، سيبني اروح انام، انا اللي همسك طابور الصباح الصبح في المدرسه وانت عملتك. يا عمي سيبني انام. تمسك طابور الصباح يا عيني، ده العيال مش هيروحوا اكيد. بقول لك ايه يا عادل، انا زعلانه منك جدا عشان الكلام اللي انت بتقوله ده مزعلنا كلنا بصراحه. اه وانا كمان، لان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي مفيش حد فينا بيفكر فيها خالص.